إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. بناتي ثيرد بريب سكند ترم، أهلا بيكم، تعالوا نشوف مع بعض دروسنا مكملين في الأوبريشن على الألجبريك فراكشنز. احنا درسنا قبل كده مع بعض في آخر فيديو الأدنج والسبتراكت، تعالوا نشوف مع بعض النهاردة المالتيبلاي وكمان الديفيجن. هسيب لكم المسألة تفكروا فيها ثواني وبعدين نبتدي نشوف هنعمل فيها ايه. حبايبي تعالوا كده نقول مع بعض، لما كان عندي هنا بلس، سوري، لما كان عندي ادنج او سبتراكت كنا بنعمل ايه؟ اتفقنا ان احنا فيرست اوف اول احنا لازم نعمل فاكتورايز، احنا لازم نعمل فاكتورايز. ولما اقول فاكتورايز يبقى انا عندي هنا فراكشن وعندي هنا فراكشن، فابتدي اعمل فاكتورايز لايتش اكسبريشن. يعني عندي هنا اكس باور 3 ماينس 8، نشوف يا ترى هقدر اعمل له فاكتورايز ولا لا. سيميلر، تعالوا كده نشوف. هقول له انت علمتني قبل كده لما يبقى عندي اكس كيوب ماينس او بلس ده اسمه سم او ديفرنس بتوين تو كيوب. طب لما كنت بعمل فاكتورايز ما ينفعش الكالكوليت، فكنا بنعمل تو براكت. بمنتهى البساطه هنا اكس كيوب باخد لها الكيوبيك روت فيديني اكس، ده الكيوبيك روت، واجي هنا اعمل له سكوير. سيميلر هجيب الكيوبيك روت لل 8 تديني هنا 2 اهي، لما اجي في الكبير اخدها بوزيتيف واعمل لها سكوير، يبقى خدنا الكيوبيك روت طلعت لي 2، جينا هنا عملنا لها سكوير. طيب ايه كمان نعمله؟ الانس الساين دي هنا دي نيجاتيف تنزل هنا زي ما هي، لما نيجي في الكبير نعمل لها تشينج وبنعمل لدول برودكت تايمز فيبقى 2x. هو ده الفاكتورايز بتاع الكيوبيك. طب نعمل ايه؟ ننزل تحت. او لو مستر احنا قلنا ده جيل التيك اواي، ايوه، فلما هنعمل مود 5 3 هيبقى عندي A B C. ال A هي الكوفيشن بتاع الاكس بار 2 1 ايكوال، ال B الكوفيشن بتاع الاكس 1 ايكوال، ال C الابسوليوت نيجاتيف 6 ايكوال هيظهر لي اكس 1 واكس 2. حضرتك لازم الاول تبقى مجهز لي 2 براكت، حضرتك الأول لازم تبقى مجهز لي إكس وإكس، حضرتك لازم تاخد بالك إن لازم الإكسبريشن دوت يبقى معمول له أوردر، إكس باور 2 إكس النمبر، لو ما كانش الفورم بتاعه كده حضرتك لازم تعمل أرينج، خد بالك. طيب تعالى يا مستر، الكالكوليتر طلع لي إيه؟ هنا دي 6 فهيديني 3 وهيديني هنا دي نيجاتيف 3 ودي هيديهاني 2. حضرتك الانسر اللي بتطلع دي بتاخدها هنا اوبزيت ساين، خليك فاكر في اللي بقوله، شكرا. طيب بعد كده زي ما اشتغلنا على الفيرست فراكشن مكملين في السكند. اكس باور 1 طالما اكس فيرست ديجري حضرتك بتسال في كومن ولا لا، يعني هنا نمبر هنا مفيش، في اكس هنا مفيش، يبقى مستر هاز نو فاكتورايز سيبه. تعالى للراجل ده، طب ما هو ده سكند ديجري، طب هعمل ايه؟ A B C 1 2 4 هتلاقي هنا هيظهر لك اي، وطالما ظهر اي ايماجين نمبر يبقى الاكسبريشن ده هاز نو فاكتورايز، يبقى اعمل ايه؟ اعمل له دروب بس كده؟ بس كده حبيبي. خلصنا؟ نبتدي بعد ما عملنا الفاكتورايز تاني ستيبس نعمل حاجه اسمها الدومين. لازم الدومين الاول. طب الدومين ده يا مستر هجيبه ازاي؟ خد بالك معايا. الدومين ده بمنتهى البساطه ان انا هاجي عند الدينوميتور وهجيب السيت اوف زيروز، هنا دي بوزيتيف اخدها نيجاتيف اخدها بوزيتيف. الراجل ده هاز نو فاكتورايز يبقى ما عندوش سيت اوف زيروز. فحضرتك بتيجي تقول الدومين ايكوال، ما تنساش ان هار اكسبت السيت اوف زيروز بتاع الدينوميتور نيجاتيف 3 و2، شكرا.
طيب يبقى انا خلصت فاكتورايز الدومين. نمبر 3 هنعمل سمبليفاي. بس خلي بالك وانت بتعمل سمبليفاي ايتش فراكشن مع بعض. اقول له لا يا حبيبي ده كان في الادنج والسبتراكت. يعني في الادنج والسبتراكت كنت اشوف السمبليفاي كل فراكشن لوحده. في المالتبلاي لا، زي ما اتعلمنا زمان في المالتبلاي باخد اي نوميريتور مع اي دينوميريتور، بس طبعا يا مستر يكونوا لايك اكسبريشن. بمعنى هنا اكس بلس 3 وده اكس بلس 3 يبقى يكنسلوا بعض. هنا اكس ماينس 2 وده اكس ماينس 2. هنا عندي الاكسبريشن ده كله هو هو ده. ايه ده يا مستر؟ خلصنا السمبليفاي؟ بعد كده اسال على الريميندر، يا ترى ايه اللي اتبقى؟ يا مستر مفيش، شكرا، يبقى الانسب بتاعتك 1. يا ريت تاخد بالك من الستبس، يا ريت لما اجي اقول فاكتورايز توقف الفيديو وانت تحاول تحل وتراجع بعد كده، يا ترى الساين مظبوطه؟ يا ترى انا كتبت صح؟ يبقى انا ما باخدش اتفرج على اي فيديو على طول، لا. المستر قال اعمل فاكتورايز، تعمل ستوب، تحل وبعدين تشوف يا ترى اعمل كومبير بتوين الانسرز، يا ترى انا صح ولا لا؟ طب بعد كده المستر قال اشتغل على الدومين، توقف الفيديو، تروح انت تجيب الدومين وبعدين تعمل كومبير. بعد كده المستر قال نعمل سمبليفاي، اوقف الفيديو، اعمل سمبليفاي وبعدين اشوف الفيديو. لازم تتعلم تعمل كده. اول ذا بيست وتعالوا نشوف انذر اكزامبل. تعالوا نشوف كده انذر اكزامبل على ازاي نعمل سمبليفاي وفي نفس الوقت شوز الدومين وبنتكلم على المالتبلاي. احنا اتفقنا لازم تعمل درافت وتحضر تقول انا اول حاجه هعمل فاكتورايز، نمبر 2 اجيب الدومين، نمبر 3 هعمل سمبليفاي، نمبر 4 هعمل الريميندر. شكرا. تعالوا بقى نشوف مع بعض. خد بالك بقى في المساله دي بالذات، عايزك تتعلم ان انت مع كل تكرار وكل ما تحل كتير لازم تطلع بفكره ان كل ما يبقى عندي اكس 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 فيرست ديجري يبقى انا مش هعمل مود 5-3. كل ما يبقى عندي اكس فيرست ديجري اسال على الكومن، كل ما اقول كومن يعني نمبر مع نمبر، يا ترى يا 15 باخد الجريتست يا 15 انت ديفيزبل باي 3، ايوه فاروح واخد ال 3 كومن. لازم تتعود تقول كده. طب هنا اكس هنا مفيش خلاص، يبقى اول حاجه الكومن، عرفنا انه 3 نعمل براكت. طب جوه هعمل ايه؟ هعمل ديفايد 3 ديفايد 3 1 يبقى نعمل دروب للاكس، مالناش دعوه بالساين. 15 بعمل ديفايد اهو، ديفايد 3 فيها 5، هو ده الفاكتورايز باي اتش سي اف. ايوه ننزل داون، هنا مفيش نمبر، هنا مفيش اكس، يبقى الاكسبريشن كله اعمل له دروب. تعالوا بقى نروح ونعمل ريبيتد ونكرر 4 12، ناخد الجريتست يا 12 انت ديفيزبل باي 4، ايوه فناخد ال 4، مش اقول 12 ديفايد 4 ايكوال 3 اخد ال 3، لا 12 ديفايد 4، ايوه ال 12 ديفيزبل باي 4 ناخد ال 4 كومن. هنا مفيش اكس، فينش يا مستر. نروح عاملين 1 براكت، هنبتدي نعمل ديفايد 4 ديفايد 4 1، اعمل دروب للاكس، الساين اهي 12 ديفايد 4 3. سيميلر تعالى هنا 5 25، نقول مع بعض هناخد مين؟ ناخد ال 5، يبقى 25 ديفيزبل باي 5، ايوه ناخد ال 5. بعد كده نعمل ديفايد في براكت، فهنا بقى اكس وهنا 5. خلصنا الفاكتورايز، تعالى يا مستر نشوف الدومين. دومين يعني بنشتغل على الدينوميريتور. الراجل ده دايركت نسب بعينيا اوبوزيت ساين نيجاتيف 3. الراجل ده نمبر هاز نو سيت اوف زيروز وهنا يديني 5، فيبقى الدومين ايكوال ار اكسبت، هنا نيجاتيف 3 هنا 5، يبقى نيجاتيف 3 و5.
يا ترى طلع في الفيديو ولا مش طلع؟ يعني معقولة مش وحشة. تعالوا نشوف مع بعض بعد ما عملنا الدينوريتور. يلا السيمبليفاي. سيمبليفاي يبقى انا هاخد اطمع حاجة داون يكون لايك اكسبريشن او لايك تيرم. شايف ده؟ اكس بلس 3 وادي اكس بلس 3 باي باي. اكس ماينس 5 ادي اكس ماينس 5. خلصنا السيمبليفاي. ايه الريمايندر؟ ايه الريمين؟ ابدا يا مستر. بص بقى 3 تايمز 4. شفت انا عملت ايه؟ 3 تايمز 4 12. هنا 1 تايمز 5 تبقى 5. مسألتي خلصت بشياكة بالراحة. للمرة التانية بقول لك اتعلم تقول هعمل فاكتورايز، توقف الفيديو وتحل وتقارن. اتمنى لكم التوفيق، اشوفكم على خير. نشوف another example.